السلام عليكم. كل اللي شفتوه بهاي المقدمه البسيطه صورناه حرفيا بهذا الوحش. لانفينكس 040 نسخه الفور جي. اللي برايي اذا انت تحب الفلوجات والتيك توكات والفيديوهات الاكشن والسريعه وتريد تبلش تسويها فهذا ارخص جهاز يغطيك باللي تحتاجه 100% ارخص جهاز بالعراق اصدقائي بهيك امكانيات وما راح يكلفك غير 225 دولار او 335 الف دينار عراقي تقريبا. وعده عن كاميراته في الجهاز على يمناك جهاز اساسي بس اكيد لازم تكمل وياي الفيديو الاخير حتى تعرف كل القصه من الالف للياء مرحبا انا حسن واهلا بكم في فيديو اليوم انفينكس اصدقائي من مده بلشت بمهمه برايي شبه مستحيله بتليفوناتها ومع ذلك دتنجح وهي ان تحسن الكاميرات تليفوناتها الاقتصاديه وهنا بالزيرو 40 قررت ان تكمل هذا الطريق وتطور اللي بدات بيه قبل سنتين بهاي السلسله خلت لنا هنا متحسس اساسي مجربي قبل ال 108 ميجا من سامسونج متحسس راقي فتحه عدسه واسعه بتثبيت بصري وايس وتركيز سريع جسمه متحسس الترا وايد هو الاقوى بالفئه كلها قوته 50 ميجا بزاويه حلوة واسعه 120 درجه وهذا المتحسس الواسع ويا نظام تركيز سريع في دي هاي الحركة أصدقائي ما تسويها غير كم شركة بس وبتليفوناتها الغالية بس عداها عندك متحسس سلفي رهيب قوة 50 ميجا بي تركيز سريع ركز بي أيضا نظام الفيز ديتكشن أوتو فوكس هم هاي الحركة ما تسويها غير كم شركة بس هذا كله وش قد حلو وجيد وممتاز بسعر 0.40 أريدك تخليه ورا ظهرك يا نيمفينكس هاي السنة مركزة على حركة جديدة وهي الأكشن والتصوير من الحركة وتريد تليفوناتها ان تعطيك صور وفيديوهات ثابته سواء كنت تمشي تركض او تضرب دقلات، ولهذا شفت بكل المتحسسات انت عندك نظام تركيز سريع. عداها عندك تثبيت رقمي الكتروني اي اي اس مرتب. بس لازم تتذكر انه فقط المتحسس الاساسي ابو 108 في تثبيت رقمي اي اس وتثبيت بصري اي هذا راح يعطيك صور عاليه الثبات خصوصا اذا انت تتحرك بخشونه من المتحسس الاساسي. واكيد تقدر تصور فيديوهات ثابته راقيه بدقه 2K ومعدل 30 فريم او في اتش 60 فريم والفيديوهات بالفل اتش دي 60 فريم حيل مرتبه هامات وعداها عندك الفلوج مود اللي تصور بيه من كاميرتين وبوقت واحد واكو مود للجو برو يخليك تتحكم بشكل كامل من تليفونك كاميرا الاكشن من شركه جو اذا انت تحب بس لازم تخلي ببالك انه هاي القوه اللي بالتصوير ما جايه بس من المتحسسات لا هنا أنا عندك معالج ساعد حيل بالموضوع هو الهيليو جي 100 جديد من شركة ميديا تيك لازم تعرف انه هذا بالاداء والالعاب ما يفرق عن الجي 99 ايضا من ميديا تيك الجدا مشهور واللي شبعنا منه بهوايه اجهزه اقتصاديه اخر سنه، لكن بياناتهم فارق واحد اساسي يهمك ويهمني هو انه الجي 100 وحش تصوير، بيه وحده معالجه تصوير افضل بهوايه من الجي 99 وهذا اللي ركزت عليه انفلكس بهاي المرحله، انطتك جهاز اقتصادي بامكانيات تصوير قويه بس الجميع بالالعاب ومنصات الاداء راح تشوف اداء شبه متطابق ويا جي 99 بانتوتو الجيميا محصل على حوالي وخمسة 425 الف نقطه في منصه جيج بن 6 اللي تقيس لقوه السي بي يو او قوه انويه المعالج حصل على 730 نقطه بالسينجل كور و1979 نقطه بالمالتي كور منصه 3 دي مارك وايلد لايف اللي تعتبر الستاندر لقياس قوه المعالج بالالعاب حصل الجهاز او المعالج على 1251 نقطه وهاي ارقام جيدة بتليفون اقتصادي، وبالالعاب راح تمشيك مرتاح، مو افضل شيء اكيد لكن مرتاح، يعني باب جي تلعب عندك 60 فريم اذا تقلل الرسوميات اقل شيء او 45 فريم اذا صعد الرسوميات لاعلى شيء، وبحرارة اقل من 42 درجة مئوية. كول اوف ديوتي راح تلعب عندك 60 فريم برسوميات اقل شيء او 40 فريم برسوميات عالية، لكن الحرارة راح تكون بحدود ال 40 41 درجة. اسفلد شادو فايت اي لعبه انت تحب تلعبها على جهازك راح تلعب على الاغلب بضبط وسط وفريمات ما بين 30 و40 فريم بس حتى نحسمها مره واحده انتظروا طحن الجهاز الكامل اللي راح يسوي محمد ان شاء الله خلال الايام الجايه حتى تشوفون اداء المعالج والبطاريه والحراره وخاف انسى فالرام هنا بالجهاز هو 8 جيجا من الجيل الرابع ال بي دي دي ار 4 اكس عدا عن 8 جيجا اضافيه بتقنيه توسيع الرام من انفينكس اللي راح تخليك تسوي مالتي تاسكينج وشغل اكثر من تطبيق مره واحده والذاكره اساسا عملاقه ومخيفه للجهاز سعره 225 دولار هي 512 جيجا يعني ما راح تحتار بالخزن وتقدر تنزل البلاي ستور كله بجهازك وانت مطمئن عندك 100 جيجا اضافيه واكيد الاكس او اس او واجهه انفينكس حاضره حتى تتحكم بكل شيء حاضره بكل امكانياتها وسلاستها وبصراحه عجبني الشغل اللي تشتغله انفينكس على سرعه وسلاسه ونعومه واجهتها اكو تحسينات مستمره جيل بعد جيل لهاي الواجهه لكن لا تزال عندي ملاحظه واحده لازم اثبتها على هاي الواجهه نهايه الفيديو وطبعا حتى يبقى عندك كل شيء شغال فهنا انا انفينكس خلت لك بطاريه ساعتها 5000 مليار شحن سلكي 45 واط بهاي الشاحنه اللي موجوده بالعلبه وعندك وياها شحن عكسي سلكي 10 واط شغل بيه جهازك كشاحن لاجهزتك الثانيه سلكيا عدا عن تقنيه تفيد الناس اللي تريد جهازها دائما مربوط بالبلك وتستخدمه بشكل مستمر وما تهده وهي الباي باس شارج 2.0 اللي يعني راح يخليك تستخدم جهازك من الكهرباء مباشره بدون ما تاخذه من البطاريه ولا تاثر على عمر البطاريه وهيجي ما بقالي غير هاي الشاشه الجميله بالوانها ودقتها شاشه راح تشوفها منحنيه صحيح لكن بزاويه 55 درجه اللي تعتبرها انفينكس زاويه الانحناء المثاليه بشاشات الهواتف تنطيق جمال الشاشات المنحنيه بدون ما تاثر على التجربه والكتابه وهذا انا اشوفه صحيح الشاشه جيده وكبيره 76% دقتها في الاجديد غطي تقريبا 90% من واجهه الجهاز تحسها تارسل واجهه كامله والاطار حواليها نحيف ومناسب إضاءتها القصوى تصعد إلى 1300 شمعة بالحد الأقصى وبالمعدل 900 شمعة تقدر تستعملها براحتك للأفلام للمسلسلات لأي محتوى مرئي أو مسموع شاشة راح تشوفها بتباين لا محدود سوادات عميقة وممتازة وتدعم عرض أكثر من مليار تدرج لوني يعني شاشة جدا ممتازة وفوقها ترددها سريع 120 هرتز وتردد لمس 240 هرتز حتى تعطيك سرعة استجابة لللمس جدا ممتازة بالجيمنج وحتى تتونس ويا هاي الشاشه فعندك هنا نظام صوت من سماعتين استريو حيله مرتبه، معدله من شركه جي بي ال العالميه للصوتيات والاهم انه تدعم لك عرض المحتوى الصوتي بدقه الاج دي بالسماعات السلكيه واللاسلكيه، عرفت شلون اصدقائي؟ يعني تجربه ميديا من الافضل بالفئه الاقتصاديه، ومن اقرب الجهاز واعوف الشاشه فراح اشوف اخر نقطه من نقاط القوه بهذا الجهاز، وهي تصميمه، لان لازم ناخذ نظرة على هذا التصميم الجميل اللي مصممته انفينكس بالتعاون ويدور تصميم عالمية مشهورة صح انه مصنعيته من البلاستيك حتى سعره ما يعلق بس اللي من البلاستيك الراقي والقوي راح تشوف الجهاز يجيك بظهر وفينش انيق وجميل يقاوم البصمات بشكل ممتاز الجهاز يجيك باطار ايضا من البلاستيك المنحني باتجاه الحافات لكن مطلي بحيث تحسه كانه معدن وما اليد من تستخدمه لفترة طويلة ولا يطبع بها والجهاز جدا مريح حتى بايد وحده لان وزنه خفيف 180 غرام وسمكه هو 7.7 بالعشره ملم طبعا حتى تستخدم التليفون للفلوجات والاكشن في انفنكس ضمنت الجهاز حمايه من المي والغبار بمعيار الاي بي 54 يعني تليفونك راح يتحمل رش قوي بالمي بس انتبه ترى التليفون ما يتحمل تصير كوسج تنزل للمسبح تغوص به اما متحسسات الجهاز فهي ممتازه والاكمل برايي بين التليفونات، متحسس بصمه ضوئيه تحت الشاشه موجود كنظام حمايه سريع ومضبوط، أنفراريد او اي ار بلاستر الشغل به تليفونك كريموت، بلوتوث 5.2 حديث، ان اف سي راديو اف ام حساس تقارب حقيقي، برايي هذا باكج رهيب كامل موجود، من المتحسسات المساعده بالزيرو أربعين لكن ماكو جهاز كامل لان يعني الكمال الا واحده بس بالنسبة لملاحظاتنا على الزيرو 40 فهي بسيطة وما اعتبرها تأثر على التجربة بشكل عام خصوصا مثل ما قلت لك انه سعره هو 225 دولار بس اولها انه الجهاز ما يدعم الاسم الثانية مدخل سماعات راس 3.5 من ما موجود اما الاخيرة فهي الاهم والملاحظة الاكبر على الجهاز وهي التحديثات على واجهة الاكس او اس 14 تعرفون انه هاي الواجهه مبنيه على الاندرويد الاحدث ال14 بكل ميزاته، لكن انفينكس اكتفت بسنتين تحديثات للاندرويد وثلاث سنوات تحديثات امنيه، تجيك التحديثات بشكل فصلي او نصف سنوي، مو شهري. وهذا برايي صحيح مقبول بسعر الجهاز، لكن اتمنى من انفينكس ان تصعد موضوع التحديثات لثلاث سنوات للاندرويد واربعه للنظام، الامور راح تصير كوبلوزا لانفينكس وراح تحطم بيها اخر صخره مرتكزين عليها منافسيها. هيجي خلصت مراجعتي انا للوحش وانتظر رأيك اكيد رايكم انتم بيكتبوا جاب صندوق التعليقات اتمنى تكونوا استمتعتم بالفيديو واشوفكم بالفيديو الجاي بخير وصحه وسلام في الله